לפני מספר שבועות קיבלנו איתות ממקום שכולנו שומעים עליו, אך מעטים באמת יודעים מה קורה בו. לפעמים נדמה שעזה היא מעבר להרי החושך, אבל בעצם היא ממש במרחק נגיעה, מרחק שעה נסיעה מכאן. וכאילו לא די במה שמתחולל שם, המצב ההומניטרי, המצור, העוני, הייאוש, האובדן והשכול. בשנה האחרונה همتساف بآزا، أود فقط بالأمس انتهوا أحداث ما يسمى بدورة أخرى في الجنوب أحداث التي أشعلت النيران ثانية وأوسعت دائرة الثكل وهكذا من ثانية يتحدثون عن الدورة التالية يجهزوننا لها منذ أن وقفنا هنا بالسنة الماضية في مراسم الذكرى الأخير انضموا عشرات العائلات لدائرة الثكل كم من المزيد سينضمون إلينا يقولون هذا هو وقت غير مناسب لأن نعلو بصوتنا لكن متى هو الوقت المناسب لنصرخ كفى من أجلنا ومن أجل أهالي غزة علينا أن نمنع الهجوم التالي على القتل أن يتوقف ولذلك وخصوصا بسبب العنف المتصاعد نود أن نسمع صوتا من أجل الأمل صوت مواطنة غزة فاطمة محمدين الموجودة حاليا في رام الله فاطمة محمدين تشيفت أزا شنمتت كريغا برمالا أنا اسمي فاطمة محمدين من حي الشجاعية أبلغ من العمر 26، درست علم اجتماع في جامعة الأزهر في غزة، وعملت كناشطة في مجموعات شبابية، وتطوعت للعمل في الهلال الأحمر من سنة 2015 حيث كبرت في خضم المعاناة وتحت الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة من الخارج وتحت سيطرة حماس من الداخل. من الصعب وصف الحياة في غزة. اننا نعيش تحت اشد انواع العقاب بشاعة والحرمان من ابسط سبل الحياة كالتعليم والحرية وحتى العلاج والتي هي من حق كل انسان اخر موجود بالعالم. في السنوات الثلاث الاخيرة عملت من اجل الاطفال دعمهم وتمكينهم ومنحهم الامل. حياه الاطفال في غزه تختلف عن غيرهم من اي مكان في العالم وهذا ينعكس على تصرفاتهم وسلوكهم يجدون صعوبه في قول انهم, يعو إنهم عاشوا يوما من السعاده انا فتاه عشت تحت كل هذا القهر ومررت بالكثير في حياتي، لقد تم تدمير منزلنا مرتين على يد الجيش الاسرائيلي بفعل الحروب لقرب بيتنا من الحدود، وقتل اخي على يد حماس في خلافات داخليه، وفقدت صديقتي في مسيرات العوده، اريد ان اخبركم عنها واعتقد انكم تعرفونها، اسمها رزان النجار. رزان كانت مسعفة شاهدت احد المصابين قريب من الحدود وارادت مساعدته فتم اطلاق النار عليها من قناص اسرائيلي. صديقتي رزان اذكر عندما كنت دائما تمازحين زملائك تضحكين وتنظرين الى السماء قائله: لعن الله الاحتلال متى سينتهي هذا؟ نريد ان نعيش بسلام كباقي البشر هذا كان حلمك. لن أنسى عينيك الذابلتين وأنت تلتقطين أنفاسك الأخيرة وأنت تودعي هذه الدنيا القاسية والتي لطالما حلمنا أن نعيش بها يوما بسلام، سامحينا لأننا لم نستطيع إسعافك وإنقاذك من تلك الرصاصة كما فعلت دوما. جئت الى هنا برساله واعلم انه في هذه اللحظات بالذات يوجد اشخاص في غزه يتابعون هذه المراسم حيث تمتلئ قلوبهم رغبه في التغيير والذين يريدون ان يعيشوا حياتهم مثل الجميع مثل اي واحد منكم اريد ان تعرفوا ان هذا الحفل يمنحهم الامل ايضا أعلم أن السياسة مركبة ومعقدة، ولكن جئت هنا بصوت الإنسانية، بصوت أطفال غزة، أتمنى أن نقوى بها أمام الجبروت كل من لا يريد العيش بسلام. دعونا اليوم نضع قلوبنا وعقولنا وأيدينا معاً، لنحقق سلاماً داخلياً، خارجياً، لنحيا فوق هذه الأرض المقدسة لكل الديانات. תודה, פאטימה. שוקרן. אנחנו שולחים מכאן את תקוותנו ותפילתנו שבשנה הקרובה תיפסק האלימות בדרום, ורצועת עזה ביחד עם יישובי עוטף עזה יזכו לפריחה ולשגשוג.